السلام عليكم ومرحبا بكم عند شاهي وميميرا. بصخير عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو كيف كيف لا روسيت على ميني 4 كار. لي 4 كار شنو هما؟ عندنا 4 تاع لي زانغريديون في 4 عندهم ميزان واحد، دونك زبده البيض السكر وفرينه. حنا رايحين نديرو هنايا دو غو، دونك حنبداو بالزبده والسكر والبيض نخلطوهم كيف كيف ما نقسموهم اون دو باش تشوفوا علاش. دونك نبداو هنايا، دونك 200 غرام تاع الزبده كانت طريه قلطناها هكا بالروبو، وزدنا لها 150 غرام تاع السكر. نقص لا كونتيتي تاع السكر، مي تقدروا ديروا 200 غرام تاع السكر وما نزيدوا لها 200 غرام تاع البيض. 100 غرام هي زوج حبات تاع البيض، مي تقدروا يعني تحطوا ديريكت 4 تاع البيض ولا توزنوهم شي تجوكم سوا سوا. نخلطوا كلش كيف كيف حتى يتجانسوا كامل بيان، ومن بعد نروحو نقسموها على زوج. دونك هاد لا كونتيتي وزنتها وقسمتها اون دو، دونك سيباريت كل وحده في بول. نبداو هنا بالكاتر كار تاعنا سيترون. واش نسحقو؟ دونك عندنا هذيك الميلونجي درناه الاول تاع سكر بيض وزبده، نزيدو له 100 غرام تاع الفرينه و 3 غرام تاع خميره الحلويات، دونك لا ليفيور شيميك. نخلطو كلش كيف كيف، نخلطو هذيك الفرينه مع لا ليفيور شيميك وكامل، ونروحو نزيدو هنايا ياغورت ناتور. دونك عندنا 20 غرام تاع ياغورت ناتور مع 10 غرام تاع جو سيترون و زيست دو سيترون. تقدروا هنا ترونبلاسيو الياغورت ناتور بلا كريم فريش، انا ما كانتش عندي لا كريم فريش استعملت ياغورت ناتور. ومن بعد هيك نروحو نخلطو كلش كيف كيف، نخليوه دو كوتي وندوزو لا دوزيام بريباراسيون هنايا تاع الريد فيلفيت ولا الروج فولور. دونك نسحقو هنايا نقصنا شويه ما كونتيتي تاع الفرينه باسكو رايحين نزيدوها كاكاو على بيان ما خلطناش كلش كيف كيف. دونك عندنا 85 غرام تاع الفرينه مع 15 غرام تاع الكاكاو خلطناهم و 3 غرام تاع لا ليفيور شيميك. ورحنا زدنا الياغورت ناتور، الياغورت ناتور هذاك زدت له الكولورون روج باش يمد لنا هذيك لا كولور، ميم الكولورون يتخلط بيان مع الياغورت ولا عسل ليكيد. فوالا، ومن بعد هذيك نروحو نحطوهم في لي مول تاعنا نعمروهم و 3 كار. دونك ماشي 4 كار، 3 كار لا بلاك دو جو. دونك هنا نعمروهم 3 كار ونديروهم يطيبوا 25 دقيقة ولا 20 دقيقة وانتوكا حتى تشوفوهم بلي كحمارو لكم. ومن بعديك نحيوهم من الفرن تاعنا، والفرن يكون سخناه على 170 درجة نص ساعة قبل ما ندخلو لي ميني كيك تاعنا. ومن بعد كي يطيبو هكا نخليوهم يبردو، ولاو هما كيك سخونين نحيوهم المول تاعنا ونروحو نديرو هداك الكلاصاج من الفوق. هنايا درت شوكولا بلون، درت لها شويه تاع جو دو غيزان كيما تقدرو ديرو الماء يعني باش تجيكم مكانعش ماهيش رايحه تيبس لكم. ومن بعد ديرو غير الماء ولا الجو. هدايا درت غيزان سوريز وزدت له هنايا شويه تاع الكولون، مي نورمال دير نقل. انا درت بزاف حسب بلي ما تلونليش، مي هو كي يكون قلت لكم دائما يكون ليكيد الكولون هذاك حياخذ بلوس على كي ديروا ديريكت بودره في عفسه كيما شوكولا ولا. دونك ديروا قل الكولون نخرج لي احمر احمر. ومن بعد هذيك هنا درت هذوك لي سوريس كونفيت من الفوق و بور لو سيترون. و pour le 4 كار سيترون هنايا درت له كراميل بير صالي اللي كان عندي ديجا في الدار استعملته. دونك ما في مثلكمش الغوزات، مي حنا درناه هدايا هاد الكراميل بير صالي درناه في العيد فورينا به هادوك لي بيسكوي سنيكرز. دونك اذا حبيتوا الوصفه ما عليكم غير تخليو لي في التعليقات تقولوا لي باش نقول ماما تديرها لكم باسكو هي دارتها وجات هايله كما راكم تشوفوا، تجي شاده روحها وتجي مع الكامل تجيش هذاك اللي تسايل. دونك هنا تقدروا ديروا نتوما واش حبيتوا. ومن بعد درت اون ديكوراسيون، شوفوا شحال يجي خفيف ويجي هايل. دونك اذا سيتو الوصفه ما تنساوش تبعتونا في كونت انستغرام تاعنا، واذا عجبتكم ديروا لنا جيم، تخليو لنا انتي كومونتير، تابوني للقناه. ومع لي غنقول لكم ا بيانتو ان شاء الله بوغ اون نوفيل غوسيت.